صباح الياسمين على كل متابعين برنامج صباح الشرقية. من المعروف أن الرقص يساعد على حرق الشحوم وإنقاص الوزن، لكن اليوم رقصتنا تساعد على حرق البنزين والأعصاب، لأنها تعتبر من الرقصات اللي تشكل خطر على حياة اللي يؤدوها. فخليني أنا وياكم نشوف الآراء حول رقصة الكيكي. لازم غير الشوارع، يعني تكون الشوارع فارغة وواحد يسويها، يعني هي الشغلة طشت على العراق والدول الخليج وغيرها، وإن شاء الله هي ممارسة الرقص. شنو رأيك بالحوادث اللي صارت بسبب رقصة الكيكي؟ والله هي حوادث صارت هواية من هالرقصة الكيكي، بس لازم اللي يرقصها لازم أماكن تكون مو على السريع ومنعزلة. شفناك ترقص على رقصة الكيكي، ما تلاحظ انه هذه الرقصة ممكن تسبب توتر بالاعصاب، يعني خاصة باسلوبها الغريب؟ لا، هي مو هي باع، هي الموضوع هذا الستايل من الرقص هو يكون بالممارسة، يعني مو هي اول شيء هي الرقصة سهلة، يعني كل واحد يقدر يأديها، بس هي تبقى بعد الانسان اللي هستوى يعني جاي لهذا المجال، او الانسان اللي يعني متمارس بهذا الشيء. يعني مثلا ساعدنا انا والشباب رقصنا عليها، احنا يعني صارنا سنين نأدي هاي الرقصات، ثقافة الهيب هوب، نرقص جابو ووكيز بريك دانس الهيب هوب، نسوي رسم جرافيتي على الحياطين، فهو يعني تبقى بالممارسة. يعني سانو الشباب صار شيء سهل عندنا، اول مرة احنا نسمعها أدينا عليها عادي، بس تلقين غير ناس اول ما تريد تبدي تأديها تتمرن عليها وتعيد الفيديو اكثر من مرة مرتين وثلاثة، يلا طلع شيء حلو حتى تنشره بالتواصل الاجتماعي. شوف شوارعنا ببغداد مناسبة لهيك رقصة؟ والله هي شوارعنا ببغداد مو مناسبة، يعني اكو انتقادات من الناس، اكو ناس ما تتقبل هذا الشيء. والله احنا يعني شلون اقول لك، احنا دولة محافظة ودولة اسلامية، بس هي تري شنو، هي تبقى حرية شخصية. يعني انا هسه مثلا من اديت هالرقصة ما اثرت على حد، انا او يعني ما ضريت احد او ما سببت اساءة لاحد، فهو الشيء يعني هو يكون شيء طبيعي، بس هي تبقى بعد وجهة نظر الناس، كل من وجهة نظره تختلف. عبد الله، يعني شخص من ينزل من السيارة بطريق عام يرقص على رقصة الكيكي، شنو يعني تتوقع راح يحس؟ مثلا طريق عام ممكن فجأة تجي سيارة تدعمه، شيء كذا لازم ما يسويها بأماكن فارغة ما بيها سيارات، يعني حتى لا يندعم ولا يأذي العالم همين ولا يأذي نفسه، وتكون شغلة سهلة، يعني شغلة عادية بين عالم تفتح السيارة وتنزل. أساي من الناس أنا هم أسوي شغلات يعني بالشارع، هم أفتح السيارة أفرفها أسوي شغلات، بس يعني من اسويها ما من على نفسي، يعني اقدر شلون انتبه للطريق، ما اذي المقابيلي او الوراي اللي يمشي او اي شيء يعني ثاني، واذا اريد اسويها اكثر شيء منتزهات شوارع فارغه ما بيها احد، هاي مال جادريه خاوي عندك سيارات مال سياقه تعلم سياقه يقدر يسويها هنا شو وقت ما يريد. From a face full of gold dust, the 1985 California gold rush. In the spine, plus the flesh that it holds up. I'm out for mines, and my wolves got it sewn up. One crow, one eagle on my shoulders, and my eyes hold the light that approaches. My mark, my friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, sticking my from my boots and weeds. شنو رأيك برقصة الكيكي؟ أولاً هي رقصة عالمية انتشرت بجميع أرجاء العالم، مو مجرد في العراق انتشرت هذه الظاهرة، ظاهرة جميلة قد تكون حضارية بعض الأمر فيها، إذا كانت حضارية هي ترويج للطاقة على النفس وترويج عن طاقات الشباب الموجودة. شفتوا شباب اليوم شلون قدموا أمور هواية جميلة، إذا كان بالحركات مالتهم اللي هي أكثرها حركات رياضية، ليست مجرد خبط، مجرد حركات رياضية جميلة عن طاقة رياضية أو عن طاقة مكمونة عندهم، يقدموها بأسلوب كلش جميل وراقي ومثقف، مو أسلوب خلينا نقول بأنه دون الأطار الأخلاقي للمجتمع مالتنا. نعم، في قد تكون لدينا ساحات صغيرة لتقديم هذه الطاقات، لا ضرر إذا كان ما يمس القيم والأخلاق العراقية والمجتمعية عندنا، لا ضرر إذا كانت ليس لديها تأثير على هذا الأمر.